صباح الخير مرة أخرى. ما راهو مرة هذه باش نمشيو للكوجينة باش نلقاو الشيف أنيس. شيف أنيس ها؟ لا 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 لا. وهذا الجينيريك ديبي نتاعو. قولها ربوش. اليوم فرحني جا راجل. معنا مش قلت جيبوا لي راجل حذايا. راجل بلاش. معنا ربو جديد. تفضل، هل أنت صائم؟ نعمل له تيست. لا مش صايم. قل قول حاح حاح. دونك شنو عندنا تو؟ فتحيه قاعده تحضر في ملاوي. انا جوست باش نوريهم للساده المشاهدين كونه الطاجين نتاعنا حضر باش نقصوه طريفات مش كبار برشا، خاطر انيس ما ياكلش ياسر الحقيقه. حبوش برشا الطاجين. دونك هكا نشوفوا كيفاش القلب نتاعو مربري بهيك المكونات نتاع الكفتاجي. عملنا طاجين كفتاجي اليوم بدل الدجاج نتاع مليحه. دونك كيف ما قلت اللي يفضل له شويه دجاج في شربه ولا في مرقه ولا في حاجه ينجم يوظفوا يفتحوا ينحيلوا العظم نتاعو ويحطوا في قلب الطاجين نتاعو. شوفوا هنا منظره محلاه. دونك هذايا بالنسبه للطاجين تنقصوا انا من بعد ونقدموه بطريقه مزيانه. فتحيه اهلا. الملاوي الملاوي انا توا خذيت العجينه نتاعي بعد الارتاح تيزمها راهو ترتاح قد ما ترتاح قد ما العجينه تطوعكم. توا غزر نقسمها كعابر كعابر صغيرين قد المشوه اللي باش تشوي فيها. باهي من بعد نحلها فوق بقعه مزيته ونهز شويه زيت نحطو توا في وسطها الزيت ندهنها مليح ونطويها كيما البورتفوي نطويها على اثنين ومن بعد على اثنين ونحط على جنب وناخذ ديما الاولانيين اللي بديتهم باش لوطون اللي القلايه سخنت اللي باش نشوي فيها ولا المشوه اللي هزيتها انت ايوب بالطبيعه تحت بالمعون الجديد اللي جابوه لي طرت به الكل. كوكار احسن افار. كوكار احسن افار انت حتى تخليه لي ديجا. باهي انا من لوطون اللي سخنت المشوه نتاعي نحط ديجا نحضر ثلاثه اربعه كعبات. باش تجي فيتي جوستومون هاك التوريق هذاك اللي ديما يقولوا شبيه الملاوي تجي مورقه هو اوفيت من حطان الزيت توا هكايا كي نحطوا في وسطها هو اللي يعمل لها هاك الفيتاج هذاك. توا الاولانيه قديتها اعذر كي نحلها توا كي تحطها انت فوق النار توا نحلوها باش نحطها فوق القليه سخونه وحدها تقبل. لا قال لي والله صافي بليزيغ. صافي بليزيغ. الملاوي ما يقولها صافي بليزيغ يقولها محلاك وما بنك. شوف نحلوها تو في وسطها الزيت هو اللي باش يورقها. نحلوها على الوجهين بالسياسه ما يزيدش تتقطع. مزيان. وانت خارج تولف لك كعبتين ما تخافش. باللفه هذا راه. فوالا تحلوها فرد خشن كلها. الزيت في وسطها هو اللي باش يعملها كل فيتاج ويجي فيه مطعمها زيت زيتونه سفير فريمون يجي بنين برشا. المهم تحلوها كيما يلزم ومش مقطعه وفرد خشنه هيك. نهزها ونحطها في المشوى نتاعي سخونه. أتوا تشوفوها من بعد كي نحلها تولي ورق ورق. قسمت لنا شويه عظم هريسه السفير هي موجوده اخوي خلينا نرقد امور. حتى الجامبون من عند مليحه موجود. جرب اعمل كعبه مليحه. كعبه مليحه. صايم الراجل. ايه جرب يا عم. ما غسلتش يدي تو من بعد جيب حذاكم. جد علي. صحيت. برافو. لا 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 لا. انوس حضرت لنا؟ اليوم حضرت لكم بيسك احنا في رمضان دونك قلت ناخذ لكم احسن 4 ابليكاسيون يستعملوهم الصايمين معناتها باش يسهلوا لهم حياتهم باش يسهلوا لهم كيف افطر كيف دونك نبداو الابليكاسيون هي رمضان 2018 عندنا الفيديو نجموا نشوفوها اسمها رمضان 2018 نلقاو فيها كل ما يلزم من اوقات الصلوات اللي يجيكم لي نوتيفيكاسيون اوتوماتيك كيف على شروق وغروب الشمس وتعطيك حتى القبله انت وانت تبدا فين اكزاكتومون تعطيك القبله نتاعك وتشوف معناتها سامحني فما وقت يضيع كتافيكاسيون وقت ميم با نهارين هبطتهم تاع القبله كل مره تاعك اربع فردوك كل واحد يعطيني بلاصه. لا هذه اللي تخي فيابل على الاخر الابليكاسيون هذه وتعطيك القبله وين ما انت بالضبط تعطيها لك اكزاكتومون. نمشي للابليكاسيون الثانيه اسمها اور دو بريير قبله واذان كيف لا ميم شوز تبدا كونسونتري هذه اكثر على اوقات الصلوات في اي مكان في العالم معناتها سورتو الناس اللي تسافر تبدا مثلا في الاوروب تبدا في امريكا في تعطيك اوقات الصلاه نتاعك كيف تعطيك الشروق والغروب اكسترا وتعطيك المسافه اللي ما بينك انت وبين مكه بالضبط انت وين موجود معناتها باش
نمشيو لابليكاسيون الاخرى هذه تهم الشيف والشيفه، هي ابليكاسيون اسمها روسيت دو رمضان اون فرونسي، باش نلقاو برشا افكار باش كنا ما تفرجوش الصباح وما خلطوش عملوا البلاي. فما اليوتيوب تفرجوا في الرديف ما يسالش. تفرجوا في الرديف كما اليوم هما اليوم هما يشوفوا. كما تفرجوش في الرديف يلقاو لي فيها برشا حاجات وتعلمكم كيف كيف التطيب كيما الحريره كيما المقروض كيما الملوخيه من الحلو الحار والحلو كل شيء قدم لكم. هذا رمضان. راهو ما احلاش من شاف هكا ومعاه وحده ثم فتحيه ما يطيب لكم حاجه باهيه. لا حطوه في ابلكاسيون هو بالله نجم الحق تحطوا في ابلكاسيون زوز يديو ايه انا توك انا نعطيك دكتور خويا صحح. طيب الابلكاسيون كما قال فاطمه صلوا حسن وحسين. واخر ابلكاسيون اسمها مسلم برو ابلكيشن، وهي اكثر ابلكاسيون معروفه في العالم خاصه في شهر رمضان هذايا، وفيها ان بلوس اللي توريكم المطاعم الحلال في العالم اجمع. من ما تمشي تنجم تخرج معناتها تخرج لوحده نتاعك تعطيك ليزادغيس الكل وين ما انت موجود شنو المطعم الحلال اللي تنجم تفطر به، خاصه الناس اللي تبدا في الاوروب ما يلقاوش وين يشقوا فطرهم ما يعرفوش وين يمشيوا. انا تخيل واحد صايب بعد يفطر على الله ربي سامحني. نمشيو للاخبار الثاني. ايه الصيف جا والسخانه جات، ومع الصيف شنو يجي؟ يجي بيان سور الناموس. اي دونك انا مش قاعد نشوف هالفيديو سي سا. دونك كيف يجي الناموس احنا في تونس شنو يعملوا؟ عندك البلديه نتاعنا تعمل لك الدواء اللي يسبب التلوث والامراض والهموم الجامده الكل. في فرنسا لقاو حل اللي اسمه لابورن كيستا. البورن كيستا هذه خدموا عليها من عام 2014، سيت ان اسبيراتور نتاع ناموس. البورن هذه اش تعمل؟ تعمل ريتم ريسبيراتوار كيما الانسان. تخرج ريتم تخلي ناموسه اللي هي تعرف الناموس تعرف انه اللي يقرص هي الانثى راه مش ذكر. تجبد من الناموسه للانثى تعمل معناتها يعني في حاله اللي نقرص يا فاطمه ريتم ريسبيراتوار انتم اللي تجربوا في الدمومات تاع الانسان. دونك فيها اون بونبون تخرج السي او 2 زاده باش تزيد تجبد اكثر الناموس خاطر الناموس يحس بالانسان كي يبدا سايب في السي او 2 نتاعو وتخرج روايح اخرين كيف كيف يجبدوا كان الناموس. دونك البورن هذه تدخل فيها الناموسه وتتشد وتقعد غاديكا والسقا اسبيري. كل بورن هذه تخدم على ديامتر دو 60 متر 60 متر. جربوها عملوا هذه معناتها البورن هذه حطوها في البوش دي رون حطوا 16 بورن نقصت 88% من البوبولاسيون نتاع الناموس اللي موجوده غاديكا. تويكا شراوه البلديه نتاع مدينه بلوتو مارسي شراوا لي بورن هذوما شراوا بوكو دو بورن وحاطينو سوم الوحده 990 يورو وتستثمر فيهم علاش؟ لحمايه المواليد الجدد في الكريش. يعني شوف الناس فين تخمم واحنا مازلنا نمشيو توا الحلمه. حلمه هي واحده من اروع لي مارك دو فواتور في العالم وهي لا رويس رويس. رويس رويس خرجت لي سوفي جديد نتاعها واللي اسمه كولينان. علاش زعما اسمه كولينان؟ على خاطر يشبهوه بالديامونتا. شكون كولينان هذا؟ كولينان هو توماس كولينان هو اللي اكتشف اكبر ديامونتا في العالم عام 1905 في الافريك دو سود. وهذه توا جماعه رويس رويس قال لك سي نوتخ ديامون. ديامونتا نتاعنا جديدة. لا تظهر ديامونتا. فيها موتور في 12 بي توربو 6.75 لتر ويل ديفلوب 563 شيفو. لي سيج اريير الكل فيهم ما يلزمهم من راحة واستجمام سي شوفون فريجيدير معون تحب تاكل كيسان باش تشرب حاجة فهمني. فيها سيستيم دانفو ديفيرتيسمون ايكران تاكتيل. فيها سيستيم كيف كيف دو ريشارج سون فيل تاع تليفوناتكم. فيها 5 بور USB فيها بوان داكسي واي فاي للناس الكل اللي في الكهرباء ينجموا يكونكتيو. فيها لافيشاج تيت اوت الكوندكتور وفيها اون كاميرا دو فيزيون نوكتورن خاصة في الليل تبدا تسوق كيما تشوف شي حاجة تحط لا كاميرا نتاعك وتنجم تكابتي لكل شيء ماهو في يبدا في الظلمة تنجم تشوفه. شركة رويس رويس علاش عديتها؟ تتحدى أي واحد قلت هذه تنجم حتى تهزوا تحوسوا بها في البركان في بلاصة قريبة البركان راهو ما يصير لها حتى شيء خاطر عملوا لها دي تيست في تضاريس العالم أجمع. وديما خرجت مريقله 5 5 وسومها عطيوني سومها حسب رايكم قداش؟ 3 مليار دوات هذي. لا عاد برشا. سومها 300 ألف أورو يبدا. مليار 300 ألف أورو. 900 مليون وأنت ماشي أنت لي زوبسيون تنجم تشيع المليار مليار و200. مليار. ونكملوا بآخر. ما كملتش بحاجة أنك تهديها لي ولا حاجة ولا. أي إن شاء الله إن شاء الله هاني خذيت كريدي. نكملوا بالتوندونس نتاع الشهر هذا واللي حكايه ضربت برشا في السويد واللي هي البوس. البوس اللي تتحط تحت الجلده كنت عاديونا على فيديو هذه هي. دونك تو هي الفكره قديمه والحكايه قديمه عندها برشا صحيح لكن تو في السويد الشهر اللي فات قاعدين الناس الكل
يعملوا فيها الحكايه هذه. علاش؟ على خاطر البوس هذه باش تاخذ بلاصه الكارت دو فيزيت، باش تاخذ بلاصه التسكر نتاع الترينوات المترو لومبرانت. سي ان اكسسوار انوفنسيف باش يسهل الحياه اليوميه نتاع الناس الكل، والناس الكل قاعده توا تاخذ فيها. علاش؟ خاطر مازالت التكنولوجيا في بدايتها ومازالت ماهيش كونيكتي مع بدننا 100%. اش معناها؟ معناتها هذه تجي نهار راه باش اللي كونيكتي مع بدنك، مع قلبك، ما عادش عندك مرض، ما عادش عندك درشنو. حتى لي كومباني داسيورونس قاعدين يخدموا عليها باش انت كي تمشي تعمل ناسيورونس يعرفوك عندك لطف سكر، عندك كونسير، عندك حاجه، دونك ما يعطيوكش اي صحيح، ما يعطيوكش الناسيورونس نتاعك، يقلقوك برشا. و سي اون تكنولوجي اللي خايفين منها برشا العباد على الهاكينج. اي بيان سور، على الكونترول، واحد كل واحد بدا حاطط بوس في بدنه، يعني ممكن يجي فيها جي بي اس تاع بلاصتك. وي صحيح، تنجم برشا يعرفوا عليك كل شيء باش يوليو، معناتها حتى مخك ينجم يقرا لك شنو فيه. وتويكا فما 3000 واحد كي سون كونيكتي هكا. هذا ما يعرفوش. اوكي كان نفس الجو راه. اي بيان سور. 8 جيجا؟ تعرف 8 جيجا؟ 8 جيجا ما نعرفهاش. اش قلت لك انا؟ دونك فما 3000 شخص في السويد توا اللي كونيكتي بالبوس هذه على 10 ملايين ساكن غاديك. هذا ممكن اخبارنا لليوم. باهي اخبارنا لليوم. انيس انا عندي ديك ستاتويت ضامرين. شنو قالك انت؟ اي باش نرجعوا للستاتويت. خليك وحدنا انيس، سامحنا نمشيو نعملوا انفو ليبرتا ونرجعوا. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. عسلمة ومرحبا بكم الناس الكل. ليبرتا مازال عندها ما تقول، ومازالت العروض موجودة على ذمتكم. هذاك علاش أنا اليوم باش نحكي لكم على عرض مزيان على الأخر، اللي هو عرض عمرة الرفاهة. العرض هذا خاص بال 15 يوم الثانيين متاع شهر رمضان، باش يكون متواجد على ذمتكم فندق مزيان على الأخر، فندق ممتاز برشا، مزيان برشا، وزاد من فئة 5 نجوم، اللي هو فندق مكارم أجياد. الفندق هذا قريب برشا من ساحة الحرم المكي كما نشوفوه لهنا. هذايا الحرم المكي، والفندق هذا موجود قريب على الاخر من الحرم المكي. راهو في رمضان ان شاء الله باش تكون هذايا كل معبي حتى توصل حتى للحرم المكي. دونك العباد مش لازم حتى تمشي، تنجم حتى تخرج قدام الفندق وتصلي قدام الفندق غاديك. باش نحكي لكم شويه على الفندق هذا. الفندق هذا موجود فيه 411 غرفه. بطبيعه الحال الغرف موجوده فرديه، ثنائيه، ثلاثيه، ورباعيه، وفما زاده غرف خاصه. الغرف بطبيعة الحال واسعة، مشرها غرف ألوانها متناسقة على الأخر، غرف مريحة، وكل غرفة والحمام متاحة. هذا بالنسبة للغرف. بالنسبة للخدمات، الخدمات موجودة متوفرة على ذمتكم 24 ساعة على 24 ساعة. بالنسبة للاستقبال زادة كيف كيف متوفر على ذمتكم 24 ساعة على 24 ساعة. دونك ما تخموش بالكل، باش تلقاو ديما شكون تستشيروه وشكون يلبي لكم طلباتكم. كيف كيف بالنسبة للمدينة المنورة، باش يكون موجود على ذمتكم فندق من فئة 5 نجوم، فندق مزيان برشا، اللي هو فندق البرج الأخضر. البرج الأخضر هو قريب زادة من الحرم المدني، قريب على الأخر ومطل مباشرة على ساحة الحرم المدني كما نراو لهنا. هذه ساحة الحرم المدني وهو موجود لنا، يعني ديريكت للحرم المدني قريب على الاخر، يعني ما كومش باش تتعبوا حتى الطرف. باش نحكي لكم شويه زاده على الفندق هذايا. الفندق هذايا مريح برشا، يوفروا لكم فيه كل وسائل الراحه، يوفروا لكم فيه يعني الخدمات الكل اللي تستحقوها الغادي. الغرف مزيانه، مرتاحه، واسعه، مشرها كيف كيف، زاده كيف كيف باش توفر لكم انواع الماكولات اللي انتم تطلبوها واللي انتم تحبوها. كيف كيف باش يتوفر على ذمتكم 24 ساعة على 24 ساعة الاستقبال والخدمات الكل. وفما زادة فندق آخر في المدينة المنورة، اللي هو فندق سجاي، هو فندق مجدد بالكامل، وهو فندق زادة قريب على الأخر لساحة الحرم المدني كما نراو لهنا. هذه ساحة الحرم وغاديكا فندق سجاي مقابلها ديريكت، يعني كيف كيف ما كومش باش تتعبوا بعد الصلاة، تروحوا ديريكت باش ترتاحوا في الفندق نتاعكم. باش نحكي لكم شويه على فندق سجاي. هو فندق مجدد بالكامل، الاثاث نتاعو اثاث جديد على الاخر، اثاث مريح زاده، الغرف مزيانين كبار واسعين، الغرف زاده الالوان نتاعهم متناسقه، فما الخدمات
24 ساعة كيف كيف على 24 ساعة، بالنسبة زادة للاستقبال كيف كيف باش يكون على ذمتكم موجود 24 ساعة على 24 ساعة. لهنا نذكر أنه راهو باش يكون متواجد على ذمتكم مرافقين ثقات من أحسن الكفاءات باش يرافقوكم ويوجهوكم، زادة باش يكون موجود على ذمتكم طاقم طبي كامل متكامل يراقب صحتكم حتى لين تروحوا دياركم بصحة وخير وسلامة بإذن الله. ما ننساش باش نقول لكم أنه راهو هذا ماهوش العرض الوحيد الخاص بعمرة الرافهة، خاطر فما عرض آخر اللي هو عرض ثلاثة جمعات الأخرانين متاع شهر رمضان واللي فيه العشر أيام الأواخر لشهر رمضان باش تكونوا موجودين فيها في مكة المكرمة. دونك à partir de 3470 دينار تنجم تمشي انت والا اي حد من عائلتك، اي حد من العزيز عليك، اي حد تقول تحب تقول له انه راك تحبه، انه ميرسي بيان انك انت كنت في حياتي في وقت من الاوقات، ميرسي بيان انك انت كبرتني وربيتني ووصلتني للي انا فيه اليوم، راهو يستحقوا الكلهم انكم تهديوا لهم عمره في شهر رمضان. مالا باش تحجز والا تستفسر على اي حاجه تخص الموضوع هذايا وتخص العرض هذايا، ما عليكم كان تكلمونا على الرقم 71 90 56 56 71 90 56 56. مالا كيف العادة مع ليبرتا فواياج حجاجنا ومعتمرينا فيما معينينا، نتقابلوا إن شاء الله في روبريك ليبرتا الجاي وفيه باش نحكيو على بقية العروض بأكثر تفاصيل. بسلامة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا فيما معينينا. هذه كانت لانفو ليبرتا ونرجع مع لانفو أميمة. انا جست قررت باش نقعد عاقله حتى في فيسبوك الخاص ما نبرت على حتى حد. باغ كونتخ نعم في دوره على لي ستاتيو، عندي ستاتيو كوجينا سبيسيال ايوب، اما توا عندي ستاتيو سبيسيال نانوس. قال لك تصوم 16 ساعه وتشبع في 5 دقائق، تحس روحك شارجور دوريجين. صحه شريبتكم بالحق ضحك برشا. مش حكيت في 5 دقائق، 5 دقائق تبدا تعاند كيما التليفون هو تشارجا ما تخلي في الشارجور خاطر باش نبدا تربي هكاك مع كروشيتنا احنا. اي انا البارح معتي وجعتني كل 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 لا لا باش نجوع من بعد نعرف روحي باش نجوع. في خاصنا على كاريزات اللي بعدها عداوة اللي نحن على الجيل اللي قبلنا احنا ديما نقولوا نحن فايقين ودرشنيه. الطفله قالت قبل انا قاعده في القهوه فرخه طولها 50 سنتي، قالت له اعطيني مخي تو فريز، قال يرحم ايامنا في عمرنا كنا مش في بالنا ليبتون رئيس امريكي. مش عارف كنا مش في بالنا هكاك. وي اي بي تشوفوا البنات ما عادش عندهم بلاصه يمشيوا لها يحبوها ولا على ذوقهم. اليو على مود معناها فازه بسيلفيات هاشتاج درشنيه. عندنا صديق مكتب وفجأة تحولت المدينه العربي الى بليونير وجاب ربي ما فيهاش تواليت على خاطر البنات مغرومين كان بتصرف في التواليت، وبالحق ما همش مغرومين بالمدينه العربي درشنيه، ما كيجوا يلبسوا التالونات وجوست هنا على مدينه هاشتاج مدينه. بالعكس بحلاها الحكايه انا نشوفها. لا اما كي تمشي لها بحب البلاصه مش كي تمشي لها بتاعت فزعيك. والله البارح جيت على مدينه افيك دي زامي. الستاتيو الاخر مهدي السي ايوب. ايوب ايوب يا وقفه على الحوض في الكوجينه حبك تخلي القلب بمعينه. الله هذايا قال لك الرومانسيه. دونك هذايا فاتوما كانت دورتنا على الستاتيو، غدوه تشوفوا دي ستاتيو اخرين ان شاء الله. نشوفوا دي ستاتيو اكثر منك اميمه، عرفت كيف فازت. بذرلنا شويه مجرب. احنا نخرجوا بيبليسيتي ونرجعوا.